Good morning. اليوم رح نشتغل على number 2 بدرس الكالكوليشن on literal expression. بالنمبر 2 أول شيء بدنا نشوف هيدا التيبل. عنا ال A وال B وال C. ال A عند الفالير هون 2 1 1 2، عند 3 ال B كذلك الأمر، ال C عند هولي. أول خطوة بدنا نفتش على ال A plus B. ال A plus B يعني 2 plus 5 equal 7. 1.2 plus 20 equal 21.2. 3 plus 7 equal 10. عم نجمع الـ A مع الـ B. هلا A plus B بدي اجمع A plus B مع C. مع C. مع هيدي. رح نعبيها بلون تاني. يعني 7 plus 7 equal 14. هون 3.5 plus 21.2 equal 24.7. و 10 plus 2.3 equal 12.3. بيرجع ال B plus C، رح نسويها بالأسود. ال B plus C بدي اجمع B مع C، رح محي هولي. نجمع ال B مع ال C، يعني 5 plus 7 equal 12. 20 plus 3.5 هي 23.5. وهون 7 plus 2 يعني 9.3. هلا اخر شيء بدي اجمع A plus B plus C، يعني ال A لحال، هيدي ال A بدي اجمعها مع B plus C. ال B plus C انا جبتها هلا 2 تجمعوها مع 12 هي 14. 1.2 تجمعوها مع 23.5 بتطلع 24.7. و 3 plus 9.3 equal 12.3. هلا شو بنلاحظ هون يا شاطرين؟ بتقارنوا هول بالاخضر تحت، بدنا نعمل كومبير ل A plus B plus C اللي هي هيدي. هنستخدم الاحمر. ل A plus B plus C هي هيدي، و A plus B بيرجع plus C هيدي مع هيدي اللي هن بالاخضر. شو بنلاحظ؟ 14 14 نفس الشيء قد بعض، فمنحط هون equal. فهي فيك انت تعتمدوها على قاعدة، فينا نعتمد قاعدة انه اذا بجمع تاني اتنين مع بعض برجع بجمعهم مع اول وحدة هي زيت. اذا بجمع اول رقمين مع بعض برجع بجمع مع التالي. حتى فينا نكتب equal هي A plus B plus C بدون البراكت، بدون البرانتسيس. اوكي، هيدي بالنسبة للجمع، مثل كأنه عم نجمع مثلا نقول 1 + 2 + 3 هي زيتها. في اجمع اول شيء 1 + 2 بيرجع بجمع + 3. طيب بالنسبه للي بعد منا، عنا كمان نفس الشيء بالتاني تيبل ال A وعنا ال B وعنا ال C. إذا نلاحظ، طيب
هون يعلق القلم. رح استخدم انا سلايد على الفرنش. جاهز، حليته، رح نحكي. طيب هون اذا بتلاحظوا كمان نفس الشيء، عندنا الاي وعندنا البي وعندنا السي. بدنا نفتش اول شيء على الاي ماينس بي. الاي ماينس بي يعني انا هون بدي نقص الاي من البي. 31 ماينس 17 ايكوال 14. 14.2 ماينس 6.5 بتطلع 7.7، و 22 ماينس 13 بتطلع 9. هيدي الـ A ماينس B، إنا بنقص الـ A من B. طيب بالنسبة للي بعد الـ A ماينس B بيرجع ماينس C، فأنا بدي نقص الـ A ماينس B هيدي. أوكي، الـ A ماينس B بدي نقصها من الـ C، من هيدي. يعني 14 ماينس 11 إيكوال 3. 7.7 ماينس 0.8 بتطلع 6.9. وقلنا الـ A ماينس B 9 ماينس 9 إيكوال 0. طيب هلأ B بلس C، فتش على B والـ C بنجمعهم مع بعض. B بلس C يعني بجمع 17 بلس 11 تطلع 28 منحطها. 6.5 بلس 0.8 بتطلع 7.3 منحطها. 13 بلس 9 إيكوال 22 منحطها. اخر وحده هي a ماينس b بلس c. هيدي ال a، هيدي ال a ماينس ال b بلس c، عم بجمع b. اوكي، ال a ماينس هيدي ال a، ال b بلس c ما بنرجع لل b ولا c، بنرجع لهيدا اللي هون. نحن جبنا b بلس c، هيدا ال b بلس c وهيدا ال a. عشان اشتغل القلم. اوكي، قلنا ال a هيدي ال a، يعني 31 ماينس بي بلس سي اللي هي 28. 31 ماينس 28 إيكوال 3. 14.2 ماينس 7.3 إيكوال 6.9. و 22 ماينس بي بلس سي هون 22 إيكوال 0. بنلاحظ هون بدنا نقارن الـ A ماينس بي ماينس سي، بدنا نقارنها مع الـ A ماينس بي بلس سي. الـ A ماينس بي بلس سي هي هيدا، هيدي هي هون، والـ A وال A ماينس B ماينس C هي هيت. اوكي، منلاحظ هون 6.9 نفس الشيء 0.0، يعني نحطهم هون إيكوال. هيدي ال A ماينس B بيرجع ماينس C، هي زيتا A ماينس B ماينس C. هيك ممكن خلصنا نمبر 2 بالبارت A والبي. يعطيكم العافية.